السلام عليكم الناس كل في خير سيما باك. دونك درس اليوم هو الجمع والطرح في مجموعه الاعداد الجسريه النسبيه. دونك تي تخيطرو طويل برشا، وانا هو طويل برشا، دونك يظهر الدرس هو صعيب برشا، ما راهو سهل برشا. دونك نمشيو ايتاب ايتاب، بشويه بشويه نعملو خلاصه على الدرس هذا. اول حاجه شفنا في الفيديو اللي قبلها اللي كيبدا عندنا اش معناها عدد كسري. معناها كي مثلا تكتب عدد على عدد، مثلا أ على ب، ولازم أ و ب أوليين فيما بينهما. دونك مثلا 5 على 2، إذا شفنا زيدا 7 على 3، زيدا شفنا اللي 3 مثلا على 2، برشا عدد أخرين بالطبيعة. داكول، دونك والمجموعة متاعهم تسمى كو. دونك نقول كو هو مثلا نكتب عدد على عدد، ونعد زوج عددكم معناها أوليين فيما بينهما. داكول، دونك كيف نشوف هذا المقابل متاع عدد كسري؟ دونك مثلا شنو المقابل متاع عدد 3 على 2؟ داكول، دو قبل شفنا المقابل متاع 3 هو إلا 3، المقابل متاع 2 هو إلا 2، وحنا ماشيين. دونك شنو المقابل متاع 3 على 2؟ هو سي تخي سامبل. دونك نجيو هنا نحطو، نكتبو نفس العدد ونحطو قدامو إلا، أكاهو. دونك هذاك هو المقابل متاع العدد هذاك، معناها نعرفو المجموع متاع العدد، معناها متاع زوج عدد مقابلين بعضهم، اللي هو يعطينا صفر. مثلا هنا 3 على 2 إلا 3 على 2 يساوي صفر. علاش؟ على خاطر كيما نشوفو 3 على 2 هي في الحقيقة 1.5. دونك 3 على 2 يبقى لي 1.5، نزيد ناحية منها 1.5 نلقاو منها صفر. باهي، دونك هذايا كل شيء مازلنا معروف شوية، أما نزيد نوضح حاجة أخرى. كي يبدا مثلا هذايا هو 3 على 2، وهنا عندي الا من قدام. دونك هنا قلنا سواء نكتبوها الا 3 على 2 والا 3 على 2. ياكولتو؟ دونك فمرجع بتغلط وتقول مادام المقابل متاع 3 هو الا 3، ومادام المقابل متاع 2 هو الا 2، دونك المقابل متاع 3 على 2 هو يساوي الا 3 على الا 2. دونك بتبيع عليه غلط، لازم الا واحدة بركة تكون موجودة. باهي، هذا هو بالنسبة للمقارنة. توا نحبو نشوفو كي نجمع مثلا هذي وهذي شاتيني، هذي وهذي شاتيني، وحنا ماشيين. دونك أول واحدة، أول حاجة نبداو بها، لازم عدد مثلا عندي أ على ب مع سي على ب هي تساوي أ مع ب، أ مع سي على ب. نقول دونك هذيا القاعدة الأولى متاعي. هنا عندنا نفس المقام، دونك هنا عندي ب وهنا عندي ب، دونك نجمع ا و سي مع بعض. ناخذ مثال، دونك يبدا عندي هنا 5 على 2 مع 7 على 2 تساوي 5 مع 7 على 2، واللي هي 5 مع 7 نعرفو هي 12، دونك هي على 2. ومن بعد بالطبيعة نجم نزيد نختصر، على خاطر هنا ال 12 تقسم على 2، زيد 2 تقسم على 2، دونك 12 على 2 بالطبيعة هي باللون هي 6 بالضبط. دونك هنا ناخذ مثال آخر، هي يعني عندنا مثلا 9 على 4 مع 11 على 4. تقول دونك هنا كيف هي 9 مع 11 على 4 20 على 4، وهي بالطبيعة جينا 5. باهي، دونك هنا شفنا الميثود الأولى اللي هي كيبدا عندنا نفس المقام، يعني ب ب تعطيني هنا زادا ب، دونك هنا 2 و2 نفس المقام، دونك نجم نجمع الفوقاني. توا كيفاش نعمل باش كيبدا عندي ب مش كيما ب، معناها ب ولا سي. داكول، دونك هنا توا الميثود الثانية، البارتي الثانية، وهنا باش نقولو 5 على 2 مع مثلا نقولو 9 على 4، هذا يساوي قداش؟ دونك هنا اللي باش يقول 5 مع 9 على 4 غلط، واللي باش يقول 5 مع 9 على 2 زادا غلط. دونك هنا لازم كيما نقولو هنا نوحدو المقامات. دونك لازم هنا نعاودو نكتبوها حاجة على حاجة، وهنا
زد يكون نفس المقام هنا، دونك هنا كان هنا 2 2، هنا 3 3، هنا 4 4، دونك نفس المقام باش نجمو نعملو كيما عملنا في البارتي الاولى. اوكي دونك هنا نشوفو اللي 2 ونشوفو عندنا هنا 4، دونك شوفو شنو هي العلاقة ما بين 2 و 4. دونك هنا 2 باش تمشي ل 4 لازم نضرب هذايا في 2، والا باش 4 تمشي ل 2 لازم نقسمو 4 على 2. دونك هنا حاجة أخرى ما نساويهاش، لازم كي نضربو حاجة في 2 لازم نضربوها من اللوطة ومن الفوق، كي نقسم حاجة على 2 نقسمها من اللوطة ومن الفوق. دونك في الكام تاعي نحب نهز هذا الكل كيما 4، دونك نحب نهز 2 تاعي كيما 4، دونك ضربتها في 2 ونضرب هذا الفوقاني على 2، دونك شنو تولي لي هنا؟ دونك 5 في 2 تولي لي 10، واللوطاني 2 في 2 4، ومن بعد الاخراني معناها الاخر نخليه نفسه، دونك هنا 9 على 4. هنا تولت سهلة كيما البارتي الاولى اللي هي قلنا تولي 19 على 4. نقولو هنا ما نجمش نزيد نختصرها، دونك هذيك هو تبقى هكاك. نقولو دونك هنا شفنا بار اكزومبل سهلة برشا من تعطينا هذه لهذه. شوفوا مثال اخر، وهنا نحطو مثلا نقولوا 3 على 4، وهنا نشوفوا مع مثلا اش نقولوا، اختار مثال 3 زيد على 5 فوالا. دونك هنا شوف شنو نعمل، عندي الحل الاول كما شفناه هزينا قبيله من 4 على 2 من 2 ل 4، زاد كنا نجم نهزو من 4 على 2، اما توا هنا ما نجمش نهز 4 على 5 وما نجمش نهز 5 ل 4، دونك هذايا عندي مشكله صغيره في الحل هذايا. كي ما عنديش الحل معناها ما عنديش طريقه باش نهز من 4 على 5 ولا من 5 ل 4، دونك هنا نخمم باش نضرب 5 في 4 داكوردو، دونك هنايا نعرفوا اللي هي 20 داكوردو. دونك هنا شنو باش نعمل؟ باش نهز 4 للعشرين، دونك بالطبيعة هنا باش نضربها في 5، كي نضرب 5 من اللوطة دونك كيف كيف نضرب 5 من الفوق، كيف كيف بالنسبة للخمسة شنو نعمل باش نهزها للعشرين؟ دونك نضربها في 4 من اللوطة ومن الفوق. داكورد دونك هنا باش نولي نكتب يساوي، عندي المعا هذي نعاود نقلها نفسها، ومن بعد مبقى لي كان نعمل حسبة تاع جمع. دونك 3 في 5 هي 15، 4 في 5 هي 20، 3 في 4 هي 12، ولو تاني 20. دونك هنا شنو ربحت؟ اللي عنده نفس المقام، ومن بعد يبقى لي ما نجمع كان البسط، دونك 15 مع 12 اللي هي 27 على 20، دونك هذيك جات كما قلنا 15 مع 12 فوالا. دونك هذا هو. دونك هنا زاد ما نجمش نختصر، داكورد من حدا ما بين قوسين، دونك هنايا ما نجمش نختصر على خاطر 27 و 20 أولين فيما بيناهما، دونك وبالتالي العدد هذايا يساوي عدد يتسمى عدد كسري، داكورد. دونك هنايا فما ميثود باهية باش نوريكم كيفاش مثلا تجمع زوز عدد كسريات، معناها زوز عدد كسري اللي هو كسريين معناها هنا كمثلا 3، دونك هذايا كيما نقولو أستيوس، 3 على 4 مع 3 على 5. كيفاش نعمل ما غير باش نقعد نخمم 5 في 4 كل شيء؟ دونك شنو نعمل؟ نصورو شكل بابيون، دونك هذي هذي وهك، نقول دونك هنا بابيون تاعي باش يبدا هكا. دونك هذي نعمل 4 في 3 اللي هي 12، ومن بعد 5 في 3 اللي هي 15، ومن بعد وهنا عندي 4 في 5 اللي هي 20 داكوردو. دونك هنا باش تجيني 15 اللي هي بالرز، وعندي المعا هذايا نعاود نقلها، دونك معا من بعد عندي بالاخضر اللي هي 12، ومن اللوطة عندي على 20، وبالطبيعة تساوي زادا 27 على 20 بالضبط كما حسبنا من الفوق.
دونك هنا جوست الميثود هذيا ف لاسيوس هذيا تعلمك باش ما تغلطش ولا معناها عمرها ديما تختف في الجمع وكيف كيف في الطرح اللي باش نعدلو توا توا ولا دونك توا الطرح نحيو هذا كله مادام فهمتو الجمع دونك الطرح هذا كيف كيف يتسمى سهل علاش على خاطر جوست نحطو الا من القدام دونك شو معناها دونك هناك نحب نعمل 5 على 2 الا 3 على 2 كوردو دونك هنا كيف كيف باش نعمل 5 الا 3 على 2 علاش نعمل هكا على خاطر عندهم نفس المقام 2 و 2 كيف كيف تو بار اكزامبل دونك هنا كامل تبع النتيجه دونك هي 2 على 2 كوردو دونك هنا هي اللي هي 1 كيف كيف دونك هنا ناخذ اكزامبل اخر كي عندي هنا بار اكزامبل 8 على 8 الا مثلا 3 على 8 هي تساوي 5 على 8 علاش بار اكزامبل ناخذ الكام تاعنا ليكزامبل تاعنا تاع البيتزا دونك هي عندنا 8 مرسوات باش نحيو منه 3 مرسوات دونك هذه وهذه وهذه شنو باش يبقى لي منها تبقى لي منها هاك دونك 1 2 3 4 5 على 8 ناكلو ولا يجينا هكا اسهل عندنا 8 على 8 بيتزا وباش نحيو منها 3 مرسوات دونك هذا المرسو الاول هذا المرسو الثاني وهذا المرسو الثالث شنو باش يبقى لي منها يبقى لي منها 5 مرسوات هذا خاطر 1 2 3 4 5 ولا هذا هو بالنسبه للطرح كيف كيف زاد كي يبدا عندي العكس العكس شو معناها باش يكون سالب يعني هنا الا 5 على 2 وهنا مع 3 على 2 كيف كيف هنا ما نخوف حتى شيء دونك نحط الا 5 مع 3 على 2 دونك هنا ديما نركز مع المقام الفوقاني ديما يكون نفسه كان كيف دوم كيف كيف بعد دونك هنا تولي الا 2 على 2 والهنا باش تولي لي الا 1 دونك هذا هو نتعديو توا نشوفو يبداو ما عندهمش نفس المقام دونك كيف كيف مش حاجه صعيبه دونك هنا عندي مثلا 3 على 5 وهنا دونك هنا قلنا الا 5 على 3 مثلا نقول دونك هنا كيف كيف ما نعرفش كيفاش بنعمل دونك هنا الخمسة ما نجمش نزل 3 و 3 ما نجمش نزل 5 دونك هنا اش نعمل نعمل في مخي 5 في 3 اللي هي 15 و تو نقول كيفاش نهز الخمسة ل 15 دونك هنا نضرب في 3 والا ديما هي نضربهم في بعضهم دونك هنا نضرب في 3 من اللوطه ومن الفوق وكيف كيف هنا نضرب في 5 من اللوطه ومن الفوق دونك شبقى لي عندي الا هنا نقلها نفسها بعد نحط العدد اللي لقيتهم دونك هنا 3 في 3 هي 9 وهنا 15 وهنا 25 5 في 5 هي 25 3 زاد في 5 هي 15 دونك هنا تولي عندي 9 الا 25 على 15 دونك هنا باش تجيني الا 16 على 15 بالضبط كي دونك هنا كيف كيف بالنسبه للاستيوس كيف بدا عندي 3 على 5 5 على 3 دونك هنا نفس العمليه بكل شيء دونك هنا نعملو هذه في هذه 5 في 5 هي 25 بعد 3 في 3 هي 9 بعد 5 في 3 هي 15 بعد في الاخر بقى لي كان باش النقل اللي هو نفسه دونك انا عندي الا نعاود نقلها من القدام عندي 9 بالتالي عندي 25 ومن اللوطا عندي 15 وهذا يجي بهذي زاد كيف كيف الا 16 على 15 دونك هذا هو بالنسبه للطرح دونك كيف الطرح هنا يقول لي كيف في الـ في الـ في الـ في الامتحان ولا في الدوفار تاعنا قلنا اعطيني الفرق ما بين 3 على 5 و 5 على 3 دونك هنا نحطوا 3 على 5 الا 5 على 3 دونك العدد اللي تقللوا لاني هو نحطوه من الاول دونك الفرق بين هنا تسمى
3 على 5 و5 على 3. دونك يقول لي فارق نحط ديريكت ال. دونك هنا طب كي نحبوا نقارنوا بين زوج عدد، دونك شكون اكبر 5 على 3 ولا مثلا هنا كي بدي يقول لي قبل كنا نعرفه يقول لي ا الا ب اكبر من صفر، هذا يعني اللي ا اكبر من ب ياكورد. وكي يعطيني اذا ا الا ب اصغر من صفر، هذا يعني اللي ا اصغر من ب. دونك في الحاله الاولى هنا ناخذ مثال، دونك هنا ا 10 ب الا 3، دونك صحيح موجب. دونك هذاك علاش ال ا اكبر من 10، ال 10 اكبر من 3. دونك ديما كيبدا موجب، دونك الاولاني اكبر من الثاني، كيبدا سالب ديما الثاني اكبر من الاول. دونك كيف هنا خاطر باش نحط هنا الا ونحط ا نتاعي نقلبهم وفات، دونك 3 نحط هنا وهنا نحط 10، دونك بالطبيعه هذا يجيني الا 7. دونك هنا بالطبيعه ال 10 اكبر من 3، دونك هذاك علاش ب اكبر من ا. دونك هنا اما حبيت نكتب لكم هكايا جوست نقول لكم نتذكركم فيها تو هنا الحاجه من عدد كسري. اش معناها؟ معناها كيف كيف كيبدا عندنا ا على ب الى سي على دي يبدا عدد موجب، دونك هذا يعني اللي ا على ب اكبر من سي على دي داكوردو. وحاجه اخرى زاد كيبدا عندي ا على ب الى سي على دي اصغر من صفر، هذا يعني اللي ا على ب اصغر من سي على دي، هذا هو سهل. وتوا دونك نشوفوا توا مثال صغرون نتوضي على جنب نشوفوا المثال مع بعضنا. كي عندي مثلا 3 على 7 نحب نقارنه مع 5 على 7. دونك هنا سهل برشا، علاش؟ على خاطر كي عندي 7 هنا مناش نقارن زوز اعداد كسريين، دونك الا ما يكونوا عند نفس المقام. دونك هنا اش معنى؟ دونك هنا عندهم نفس المقام، دونك نعرف اللي 5 اكبر من 3، دونك وبالتالي دونك نقولوا 5 على 7 اكبر من 3 على 7. اما كان جيت مثلا هنا عندي 1000 ياكوردو، وهنا عندي نقولوا 10، وهنا عندي 2، وهنا عندي 89 ياكوردو. دونك هنا مش معناها 1000 اكبر من 10 دونك راهو هذه اكبر، دونك لا غلط. هنا في الحاله هذه اللي هذه 10 على 2 اكبر من 10 2 اكبر من 1000 على 89، دونك هنا نحسبها 100. هنا نقص بها 100 بالضبط. دونك العشرة على 2 دونك قلنا مش معناها 100 أكبر من 10، دونك لازم تكون 100 على 89 أكبر من 10 على 2. دونك هنا باش نجم نقارنوهم بالباهي لازم نوحدهم فرد مقام. دونك هنا كيفاش نعرف نوحدهم فرد مقام؟ نضرب 89 في 2، دونك هنا 89 في 2 هي تساوي 80 70 78 أقول. دونك هنا نضرب هذه في 8 89، نضرب هذه في 89، وهي نضربها في 2 وهي نضربها في 2 أقول. دونك هنا لطاني تولي 890 على 178، وهنا باش تولي لي 200. دونك هنا بعدها شوية تقلق فينا شوية، وهنا بتولي لي 200 على 178. دونك توا مادام عندنا نفس المقام دونك نجم نقارنه، دونك هنا 178 وهنا زاد 178، دونك نجم نقارن الفوقانيين البسط نجم نقارنه توا. دونك هنا تشوف فيها 890 أكبر من 200. دونك هذا هو بالنسبة للمقارنة. وبقالي في الأخر في المدرج، دونك هنا اوكي دونك مدرج مستقيم مستقيم مدرج، دونك هنا نحطو مثلا هكا، من بعد ثاني صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، دونك هنا صفر واحد دونك بالطبيعة صفر هو أو وذي هو إي. دونك هنا عندي مثلا أ على ب يساوي 5 على 2،
D'accord. Donc, t'as dit C à la D. Nous, c'est oui, voilà. Autrement, je pense à X, voilà M. M عدد كسري اللي هو تكتب 5 على 2. كيف كيف بالنسبة لل N هو تكتب مثلا إلا 3 على 2. داكوردو دونك نجي نصورو هنا سهلة برشا نشوفو شنو نعملو. دونك 3 على 2 هي 1.5، دونك إلا، دونك إلا 1.5، دونك هنا إلا 1 وهنا إلا 2، دونك جي ما بيناتهم. دونك بالطبيعة هنا جي إن وال M كيف كيف بالنسبة لل M، دونك ما بين 2 و 3، دونك هي 2.5 خاطر دونك هي ام. دونك توا نحب نقول لكم اللي هو البعد ما بين اللي هو هذا. دونك البعد ما بين ام و ان هو يتسمى القيمة المطلقة تاع ام الى القيمة المطلقة تاع ان. داكوردو دونك هنا هي البعد هذا يتسمى القيمة المطلقة تاع 5 على 2 الى القيمة المطلقة تاع 3 على 2. فمعنى هذه جوست ترجمة هذه معناها قيمة مطلقة 5 على 2 إلا 3 على 2 اللي هي تساوي مادام عندهم نفس المقام. دونك هي القيمة مطلقة متاع 2 على 2 واللي هي تساوي 1. على فكرة نجم زادا كنت هذوما جوج نقلبهما. دونك هنا زادا هي نفسها تساوي إلا 3 على 2 مع 5 على 2، أما لازم تكون